ما هذه الكرة؟ أوه، هذا ممتع. انظري، إنها طرية. واو، إنها ممتعة حقاً. لديك ألعاب رهيبة. أعرف ذلك، أنا أحب عصرها. ماذا سيحدث لو سحبت إحدى الفقاعات؟ أوه، إنها مطاطية. لا، تمزقت. هذا محبط، خربت الكرة تماماً. انظري ماذا حدث لكرتي الطرية. هولا، هذا مؤسف. لحظة، أظن أن لدي حل. سأحضر بالوناً وأقص طرفه والطرف الآخر أيضاً. سأحتاج الآن بالوناً آخر بلون مختلف. سأملأ البالون الجديد بالماء. سأضيف بعض الجليتر ورشات الزينة. سأخلطها جيداً ثم سأحكم إغلاق البالون. يجب أن أربطه جيداً. أجل، إنه يعمل. ما أجمله. بنت، خذي هذا، صنعتها لك. مستحيل، إنها رائعة مثل كرتي الطرية، كما أنها متلألئة. شكراً جزيلاً، لقد أعجبتني. أوه، نفذت الصودا. تنحى جانباً حتى أجلس. سأسكب عصير الجزر في الكوب. تفضل. كلا، لا أريده، طعمه مقزز. يجب أن تشربه. أوف، كيف سأجبره على شربه؟ لحظة، علبة الصودا. خدعتي، لن تؤذيه. من الجيد أنهما باللون البرتقالي. ممتاز، سأضيف الشفاطة لإلهاء. انظر، المزيد من الصودا. مرحى الصودا، شكراً أمي. هل تريدين البعض منها؟ حسناً، سأشربها كلها. أنا أحب الرسم والتلوين. أمي، رسمت سيارة. أحتاج المزيد من الأوراق. حسناً عزيزي، تفضل. سأرسم باللون البنفسجي. أحتاج المزيد من الأوراق يا أمي. أنت سريع في الرسم. تفضل. لا، نفدت كل الأوراق. آسفة يا عزيزي، لم يعد لدي ورق. يا للهول، لا تبكي، لدي حل. أعرف حلاً ممتازاً. سأحتاج قطعة كرتون كهذا. سأرسم عليها الآن. ورث مهارة الرسم مني. الرسومات جاهزة. سأضيف طبقة من الشريط اللاصق. انتهيت. سأطوي الكرتون لجمع كل الرسومات. كيفن، انظر ماذا لدي. هل تريد أن تلون هذه السلحفاة؟ أترى بهذه الطريقة، لكن يمكنك تلوينها قدر ما تريد. أليس هذا رائعاً؟ واو، أعطيني إياها. سألون هذا الحيوان. أنا بحاجة للكثير من القهوة. صباح الخير يا أمي، أريد حبوب الإفطار. هيا هيا. حسناً، ها هي. سأحضر الوعاء. مهلا اللحظة. ليس هناك أي طبق نظيف. علي شراء غسالة أطباق. ربما يمكنني استخدام هذه الملعقة. كلا، مقرف. ماذا سأفعل؟ ربما إذا وجدتها. سأقصه من هنا وهنا. أمي، هكذا انتهي. جاهز. سأضيف الحليب الآن. وعاء لطيف وجميل. تفضل يا عزيزتي. واو، شكرا أمي. وعاء كبير من حبوب الإفطار لي وحدي. ممتع جدا. تصفح المجلات وشرب القهوة. هذا هو الوقت المثالي بالنسبة لي. هدوء وأمان. بيجامتي، لقد تبللت بالكامل. هل رأيت كيف قفزت؟ لما ملابسك مبللة؟ هل سكبت القهوة على نفسك؟ أهلا عزيزتي. أهلا أمي، وداعا. لا بأس، سأخذ نفسا.
مستحيل، كيف فعلوها؟ يا إلهي، لقد أخفتك. أوبس، ليس مجدداً، لم تفعلين؟ أين ذهبت؟ سأتناول كوباً من المشروب الغازي قبل الخلود إلى النوم. كلا، لا يعقل. ما ذلك الشيء؟ إنها قريبة. لا، أرجوكم، علي الاختباء. لن تجدني أبداً. وأخيراً أنا بأمان، والآن سأستمتع بهذا المشروب المنعش. نلت منك، هذا ممتع. مرحباً أمي. ماذا فعلت لأستحق هذا؟ أردت القليل من الشراب فقط. أمي، هل أنت بخير؟ وجدتها. لا تقلقي يا أمي، أعرف الحل. أنا بحاجة لبالون ومقص. سأقص الجزء السفلي من البالون ثم أغطي به كوب الشراب، وهكذا أصبح لديك كوب مقاوم للانسكاب. وأخيراً أصبحت نظيفة. يا إلهي، ابقي بعيدة عني. تفضلي يا أمي هذا الكوب. لي أنا؟ أمل أن يعجبك. أحبك يا أمي. لا تفعلي هذا، توقفي، احذري الشراب، إنه لا ينسكب. واو، أحبك جدا يا حلوتي. البيتزا أفضل طعام في العالم. هذا المسلسل مضحك. يا إلهي، على بنطال الجينز. يجب أن أنظف البقعة. جبنة البيتزا، لماذا غدرت بي؟ لا يزال طعمها رائعا. هيا يا صلصة، غادري بنطالي. ماذا يحدث هنا؟ لا شيء. صدقتك، أفسح المكان لي. علمتك هذه الطريقة في السابق. ضع شريحتي البيتزا بهذا الشكل حتى لا تسقط الحشوة على ملابسك. واو، شكرا يا أمي، هذه الحيلة رائعة. أي شيء لعيون ولدي العزيز. أهلا بأميرتي الصغيرة، ما أظرفها. سأحتفظ بالباقي لوقت لاحق. أنا جائعة، هبي، أريد حلوى. حسناً، تفضلي. انتهيت منها. هذه الحلوى لذيذة. صحيح، حلوى المصاص. يا، إنها مقرفة. حلوى المصاص مقززة. يا إلهي، لا تقلقي، خذي هذه بدلا منها. خطرت لي فكرة عبقرية، تناسبها تماما. انظري، خذي حلوى المصاص الجديدة. خذ أنت هذه الحلوى. أوف، سأحتفظ بها لوقت لاحق. سألعب بكرة الشاطئ الآن.